هناك مباراة أخرى مرتقبة لليوم، تونس تواجه فرنسا في مهمة صعبة. أحلام العبدلي استطلعت رأي الشارع التونسي حول المباراة المرتقبة، وخصوصا حول مواجهة النجم المفضل كيليان مبابي. قالوا احنا خسرنا كونتر أستراليا، ما تزيدش انت تعملها بينا غدوة بربي أمان. بليز سيب لنا الطرح. مش بليز عاد بالفرنسي. هكا هو. سيلفو بلي. سيلفو بلي سيب لنا الطرح مبابي. هكا؟ هكا. من الآخر؟ عندنا ما نقولوا من الآخر. أنا نقول له سيسنا وحاول خويا ما تمركيش برشا هكا ورد بالك على الفرجاني سيسي هكا. إن شاء الله ربي معانا هكا هاو حايد ما يسمع عنده سبير في ساقيه. إيه رفع علينا شوية ما يسالش. يخوف مش ما يخوفش، ما حتى أنا احنا نخوف. يخاف منا؟ ما نعرفش عليك كيكا، ما حتى أنا عندنا جواريات يا راه. نقول له عندنا المساكني أحسن من المساكني يغلب جري جري يجري طيار. غدوه يلعب كونترنا مبابي هذا قوي برشا، شنو تقول له؟ يلعب ضد تونس غدوه في منتخب فرنسا، يلعب ضد تونس، شنو تقول له؟ نقول له ان شاء الله تونس تربح وماركي المساكني ودراغون الكل ماركي، وتحيا تونس.